صباح الخير عليكم، تصبحوا وتربحوا. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، لقيتوني يلاه غاديه نسقي وقلت علاش لا ما نديكمش معايا وخليكم معايا حتى الاخر وفرجه ممتعه. خوتي يلا وصلنا لديك البلاصه اللي غادي نسقيو فيها. هذه هي تانوت، سبحان الله كاع الناس ديال الدوار كيسقيو فيها، والماء ديالو ما غاديش، الماء ديال هاد البلاصه هادي ما غاديش تشبعوا منه، بنين وغزال وبارد. في الصيف كيكون بارد وفي المشتى كيكون سخون. مهم زوين. المهم دابا غادي نخليكم مع الفيديو.
زهلان فاكين تغمزوك وانسين ومان نضل بي ربي سيش كرات تاويل لا 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 زلالي يعني زين ربي وريدي سمرت نسكا ولاني لا 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 زلالي لا أرزاق نضل بربي سيشرى تاويلي إما الكناز مزناخ عني سراني. تبارك الله على تبت حسن. تبارك الله عليك. وصلنا خوتي لنهاية الفيديو، نتمنى إتنا الإعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد ديالي، وما تنساوش اخوتي تبارطاجيو القناة ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي باش تكبر العائلة ديالنا. مهم دابا غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة، الى اللقاء، نتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.